السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى هذه التغطية الجديدة للأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار اليوم الجمعة عقب اعتداء ميليشيات تابعة لمقتدى الصدر على المعتصمين في ساحة الحبوبي بالرصاص الحي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 4 من المتظاهرين وإلى إصابة العشرات منهم، بالإضافة إلى إحراق خيام المعتصمين في هذا اليوم المبارك. مع الأسف الشديد، عدوان جديد شهدته المدينة وأعداد من الشهداء والجرحى انضموا إلى قافلة طويلة من شهداء وجرحى هذه الثورة، ثورة تشرين المباركة. لكن لماذا وعلى أي أساس وما أهداف هذه الميليشيات من خلف هذه الاستهدافات المتكررة؟ هذا ما نناقشه ونطرحه مع ضيوفنا الكرام عبر الخط الهاتفي الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وعبر الهاتف أيضا الأستاذ نظير الباك الكاتب والباحث السياسي، وسينضم إلينا لاحقا عبر الخط الهاتفي أيضا من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الأستاذ بإذن الله تعالى، سيكون معنا بعد قليل الأستاذ علي عزيز، فتفضلوا بالبقاء معنا. نرحب بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذه التغطية التي يسعدنا أن نستضيف فيها كوكبة من ضيوفنا الكرام، الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، الأستاذ نظير الكندوري أيضا الباحث السياسي والكاتب، ولاحقا الأستاذ علي عزيز الناشط في تظاهرات ثورة تشرين. إذن يوم دامي جديد من أيام الثورة المباركة، والسبب هو رغبة الميليشيات في إسكات هذا الصوت الثائر ومحاولة إخماد الثورة التي تتزايد وتشتعل يوما بعد آخر، على الرغم من كل المحاولات التي طالتها خلال سنة أو أكثر من سنة من عمر هذه الثورة، والتي تعد ثورة مختلفة بمقاييس كثيرة كما قال ويقول المراقبون والمحللون. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفنا الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي معنا عبر الخط الهاتفي، مرحبا بك معنا دكتور. أهلا ومرحبا بكم أخي العزيز. دكتور، عندما ننظر إلى ما يحدث يوما بعد آخر وأسبوعا بعد آخر، نتساءل في الحقيقة عن الأسباب وراء رغبة هذه الميليشيات كما ترى في محاولتها المتكررة والمتجددة لإخماد صوت الثورة من خلال التصفية الجسدية للثوار وإصابة العشرات منهم وإحراق الخيام التي يجلسون في كنفها لمواصلة هذه الثورة، بماذا تفسرون ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي، منذ يعني ربما عام كامل مضى، يعني منذ بداية ثورة تشرين في تشرين الأول الماضي عام 2019 انطلقت هذه الثورة، ومضت يعني قبل أيام الذكرى الأولى لها، كانت المحاولات تجري حثيثة من قبل الحكومات المتعاقبة، حكومة عادل عبد المهدي وحتى حكومة الكاظمي، وكل الميليشيات، كل ميليشيات الأحزاب والقوى الفاعلة على الساحة في العراق ومن خلفهم إيران للقضاء على هذه الثورة. الثورة كانت تمثل شرارة فعلية لإنهاء العملية السياسية وإنهاء هذا الحكم الجائر الذي استمر 17 سنة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وحتى الآن. استشعر الجميع أن هذه ثورة الشباب هذه قادرة بما تحمله من أفكار، بما تحمله من شعارات، على أن تزيحهم من كل مناصبهم. جربوا منذ البداية استخدام القوة ضد المتظاهرين خلال يعني الأسبوع الأول من بداية هذه الثورة المباركة في تشرين أول عام 2019، سقط أكثر من 200 شهيد في الأسبوع الأول، وبعد ذلك توالى سقوط الشهداء حتى وصل العدد إلى نحو 1000 شهيد سقطوا و 30,000 جريح ومئات من المخطوفين والمغيبين لحد الآن. هذا كل هذه المحاولات جرت لإخماد هذه الثورة، الانتهاء من هذه الثورة.
كانوا يتحدثون دائما، النظام يتحدث وكل هذه القوى السياسية تتحدث عن الديمقراطية وهذا الدستور الكسيح الذي الذي يتيح للمتظاهرين التعبير عن آرائهم، لكن هذه كلها كذبة كبيرة الحقيقة. عندما يعني يضعون الحجة بالحجة، حجة الشعب لا يستطيعون مجاراتها. 17 سنة من الفساد والخراب والدمار، رهن استقلال وسيادة العراق للأجنبي، تغول إيران، تغول الميليشيات، لا دولة، لا شيء، لا خدمات، مهجرين، مهاجرين، موتى، قتل، تدمير، كل المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كلها انتهت، كل البنى التحتية للتربية والتعليم والصحة كلها انتهت. فبالتالي حجة الشعب كله هي المنتصرة، شعاراتهم هي الحقيقية، وهؤلاء كل شعاراتهم كل وعودهم زائفة. لذلك استخدموا السلاح من البداية واستخدموا مقتدى الصدر. استخدام السلاح دكتور استخدام السلاح دكتور رافع، اسمح لي أنتقل لترحيب بالأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي. أستاذ نظير، دكتور رافع تفضل بكلام مهم في الحقيقة، واستخدام السلاح في مواجهة اللحم الحي وفي مواجهة متظاهرين سلميين أعلنوها منذ اليوم الأول أنهم لا يملكون سوى الإرادة الحرة لاستعادة العراق المسلوب على يد الميليشيات والتدخلات الخارجية، وهناك مطالب حقة يعني أمام بين يدي الحكومة وبين يدي هذه الأحزاب والميليشيات، لكن الإجابة كثيرا ما تكون بالدم ثم بالقتل ثم بتغييب هؤلاء الشباب زهرة العراق عن ساحات الاعتصام والتظاهر، ولا سيما ساحة الحبوبي. يعني ساحة الحبوبي كان لها نصيب كبير من التضحيات في الحقيقة خلال الشهور الماضية. لماذا مرة جديدة تصر هذه الميليشيات على مزيد من القتل ومزيد من الجرحى وإحراق الخيام وما إلى ذلك، بينما المطلوب هو استجابة مغايرة تماما؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني في البدء الرحمة على شهدائنا في من الشباب الناصرية والشفاء العاجل لجرحاهم. أما يعني عن مقتدى الصدر، هذا الرجل الميليشياوي صاحب ميليشيا، أكبر ميليشيا ظهرت في العراق هي جيش المهدي، وهي المسؤولة عن تفريخ جميع الميليشيات التي تتواجد حاليا في العراق والمسيطرة على الملف الأمني. لا يمكننا أن نتساءل عن هذا الرجل لماذا يستخدم القوة والسلاح أمام هؤلاء المتظاهرين السلميين، فهو هذا ديدنه وهذه اللغة التي يستطيع أن يفهمها. هو يحاول الآن بعد ما كان يعني أصبح لديه قناعة بأنه استطاع القضاء على المتظاهرين سواء في ساحة التحرير في بغداد وباقي الساحات في المحافظات، يعتقد أنه قد آن الأوان له لأن يخرج بأتباعه الذين يتبعونه بدون تحكيم عقولهم، ويعتقد أنه يستطيع انتزاع رئاسة الوزراء والتحقيق الأغلبية بالبرلمان بالقوة، وهو خرج لاستعراض قوته أمام الناس وأمام الشباب المتظاهرين. فعندما تصدى له المتظاهرين في ساحة الحبوبي وطردوا أتباعه كالخراف، لم يكن منه إلا أن استخدم القوة وقتل من قتل وجرح من جرح، معتقدا أن هذا هو السبيل الصحيح لوأد هذه التظاهرات وتغيير الوجهة لصالحه. لكن أنا يعني ليكن بعلم الصدر ومن يتبعه بأن ليست هناك ديمقراطية تنتزع بالقوة، ولا يوجد هناك ديمقراطية يصرح قبل الانتخابات بأشهر عديدة بأن الأغلبية ستكون لي وأن رئاسة الوزراء ستكون لي. نتائج مضمونة. في حقيقة أمره هو انقلاب على كل ما جاءت به العملية السياسية بعد الاحتلال، ولا يوجد شيء اسمه يضحكون به على الشعب بأن هناك ديمقراطية. الحقيقة أن الحكم حكم ميليشياوي، والآن هناك صراع ميليشياوي، تريد إحدى هذه الميليشيات التي تابعة للصدر أن هي تمسك الحكم في العراق.
تمسك الحكم بكثير من الطرق التي أشرتم إليها. دكتور رافع، أتوقف عند خبرين عاجلين جاء إلى شاشة القناة. الأول هو إعلان حظر تجوال في الناصرية وقضاء الشطرة بعد هذا الاعتداء الميليشياوي على المتظاهرين. الثاني هو إقالة قائد شرطة ذي قار وتعيين بديلا عنه نظرا لما جرى من أحداث في الناصرية لهذا اليوم. هذان الخبران يدفعان للسؤال عن أن هناك محاولات دائما حكومية لتقويم ظل العصا بدلا من تعديل موضع العصا، بمعنى أن هذه الحكومة ومن يقف خلفها تقدم دائما أكباش فداء صغيرة، وتبقى المشكلة والمعضلة الأساسية في سيطرة هذه الميليشيات وهذه الأحزاب. على من يضحكون دكتور؟ أخي الكريم، يعني من الثابت أن كل القوى الأمنية والقوى العسكرية هي جزء ورديف للميليشيات، والميليشيات رديف لها، هم جزء واحد، هم نعم. شكل واحد، نظام واحد، إرادة واحدة، اتجاه متكامل. واحد أهداف واحدة، متكاملين. هذه حقيقة. القوى الأمنية كانت دائما ما ترعى هذه الميليشيات وتوفر لها المناخ والأرضية المناسبة لارتكاب جرائمها. ولو نتذكر كثير من الحوادث، ومنها في ساحة يعني في جسر السنك عندما فتحت القوات الأمنية الشوارع المغلقة للميليشيات لتدخل ميليشيات العصاب وتقتل الناس في مرآب السنك وتقتل الشباب وتفعل بهم ما تفعل وترفع اللافتات تحية للميليشيات. ونذكر جميعا أنه هذه الترحاب بالخالد اللي هو رئيس أركان الحشد الشعبي، ميليشيا الحشد الشعبي، هذه كلها القوى الأمنية كانت تجريها، ودائما ما كانت تطوق المناطق وتفتح أبواب معينة للميليشيات لتدخل منها. وفي الناصرية سبق وأن جرى في جسر الزيتون، يعني هذا الشمري عندما جاء بقوات الأمنية ودخل، أيضا القوات الأمنية هي من فتحت له الباب ليقتل المتظاهرين، والميليشيات في أكثر من مرة تدخل وتخرج بهذه الطريقة. ودائما ما القوات الأمنية بعد أن تنتهي الحادثة وبعد أن يتم القتل وتتم الجريمة ويحاولون طمس معالمها بقطع الشوارع بفرض حظر التجوال مثل ما يحدث الآن في الناصرية، ويعني إقالة ضابط معين أو تعيين ضابط معين بدلا عن محاولة للتغطية على الجريمة التي هم جزء منها، هم يشتركون فيها. يعني لا يمكن إعفاء القوى الأمنية، لا يمكن إعفاء الحكومة، لا يمكن إعفاء كل القوى التي يعني حكومية وغير حكومية من هذه الجريمة التي تحصل في الناصرية والتي حصلت في بغداد والنجف وغيرها. كل هذه الجرائم القوى الأمنية جزء منها وهي المسؤولة عنها، وإلا أنت لماذا هذه القوى الأمنية تأسسها وهذه القوى العسكرية تؤسسها وتصرف عليها 3/4 الموازنة سنويا، وبالتالي هم لا يستطيعون حماية أمن المواطن ولا يستطيعون حماية المواطن ولا يستطيعون حماية الدستور الذي يتبجحون به، هذا الدستور الكسيح الذي يقولون هذا الدستور يؤمن للناس حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية الاحتجاج. إذا كانت كل هذه القوى الأمنية التي تشكل بهذه الأموال من أموال العراقيين غير قادرة أن تحمي العراقيين، فلماذا تشكل إذن؟ إذن هي أساسا قوى ميليشياوية لديها نفس الأهداف، تأتمر من يعني من مكان واحد وتنفذ خطة وتنفذ مشروعا واحدا لإسكات كل الأصوات التي تقف ضد العملية السياسية وضد هذا النظام الجائر الذي يعني مزق العراق وسرق أموال العراقيين وسرق كل ثرواتهم ورهن سيادة واستقلال العراق إلى الآخرين. نعم. أستاذ نظير الكندوري، يبدو أن التظاهرات ما تزال تفزع قوى السلطة والأحزاب والميليشيات من خلفها، وإن كانت بزخم أقل كما يعني يقول بعض المراقبين مما كانت عليه قبل سنة من الآن على سبيل المثال. الآن يعني حول هذا الموضوع، يعني هل بالفعل ما زالت المظاهرات والتظاهرات والمتظاهرون قادرين على إيصال هذه الرسالة والقول أننا نتواجد في هذه الساحات وما تزال المطالب مرفوعة؟ أخي الكريم، فقط أريد أن أشير لحضرتك بأن الثورة لا تعني فقط أن الخروج إلى الشوارع والاعتصامات في الساحات، إنما هذه الثورة، ثورة تشرين،
انتقلت من خروج الشباب إلى الساحات وإلى الشوارع لإعلان احتجاجهم على ما يحدث في العراق إلى فكر، أصبح هذا الفكر التحرري، الفكر الذي يريد أن يرسم واقع جديد للعراق والتخلص مما هو فيه الآن، هو أصبح فكر يتشرب في عقول الشباب. ومن المستحيل أن تكون آلة القمع هي الأداة الوحيدة أو الأداة التي تستطيع أن يعني تنتزع هذا الفكر من عقول الشباب، وبالتالي هؤلاء الشباب عندما تسنح لهم الفرصة يخرجون مرة ثانية إلى الساحات والشوارع تعبيرا عما يجول في عقولهم وقلوبهم، وتعبيرا على أنهم يريدون بناء عراق جديد. لذلك يعني هذه الوسائل التي يستعملها النظام العراقي بميليشياته جميعا قد استخدمها فيما سبق معظم الأنظمة الدكتاتورية في العالم وأثبتت فشلها. إنما الحقيقة أن هذا الفكر يجب أن يصل إلى منتهاه يعني إزاحة هذا النظام، والشواهد والحوادث في العالم هي دليل على أن إرادة الشعوب في النهاية سوف تنتصر. ولا أقول أن هذا النصر سوف يأتي بدون تضحيات وبدون دماء، بل بالعكس أن هذا الدماء التي تسفك في شوارع بغداد والناصرية والبصرة وباقي محافظات العراق هي من ستكون أداة التغيير لهذا البلد. وبالتالي كل ما يسقط شهيد وكل ما يسقط جريح سوف يرفع من عنفوان الشباب للاستمرار في طريقهم، وإلا فما هو الخيار؟ ما هو الخيار؟ نحن رأينا أن التظاهرات قد خفت قليلا في الأشهر الماضية. ماذا حدث؟ حدث أن الميليشيات بدأت تصفي الناشطين والمتظاهرين الذين كانوا يخرجون إلى الساحة واحدا تلو الآخر، وبالتالي فإن ليس هناك أمام الشعب العراقي وقواه الفاعلة وشبابه إلا أن يستمروا في نضالهم إلى أن يصلوا إلى مرحلة إزاحة هذا النظام وبناء نظام عراقي جديد على وفق ما يريده هؤلاء الشباب. تمام. دكتور رافع، وعود كثيرة سمعها الشعب العراقي والشباب العراقيون، وسمعوا وعودا بالإصلاح، وسمعوا وعودا بحماية التظاهرات ومنع سفك الدماء وملاحقة القتلة الذين قاموا بالاغتيالات وما إلى ذلك من حكومة عادل عبد المهدي ومن الحكومة الحالية لمصطفى الكاظمي، لكن شيئا لم يتغير على أرض الواقع. ما زال المتظاهرون يتساقطون مع الأسف الشديد شهداء والعشرات من الجرحى، بالإضافة إلى الاغتيالات وهذه السياسات المعروفة. هل الحكومة غير قادرة بالفعل على التحرك تجاه حماية هؤلاء المتظاهرين؟ يعني قبل أن أجيبك على ذلك، يعني أريد فقط أن أعرج على موضوع مهم جدا وسأجيبك على هذا الموضوع. نعم. لكن أريد أن أعرج ربما على سؤال مهم قد يتبادر إلى ذهن الجميع: لماذا الناصرية؟ نعم. لماذا استهداف الناصرية الآن؟ لماذا استهدف الناصرية أكثر من مرة؟ الحقيقة ساحة الحبوب والناصرية، الناصرية تشكل خصوصية في ثورة تشرين، لها موقعها المتميز والمنير في تاريخ هذه الثورة. خلال سنة كاملة كانت الناصرية متميزة في عطائها، في ثباتها، في قدرتها على الوقوف بثبات أمام كل القوى التي هاجمت التظاهرات. يعني عندما كانوا يهاجمون ساحة التحرير بقوة وشدة، وصل الأمر إلى أن ثوار ساحة التحرير قالوا أن قرارنا وتوجهاتنا ستكون من ساحة الحبوبي، لأنه في ساحة الحبوبي هناك ثبات كبير، هناك قدرة على الصمود، يعني استطاعوا أن يصمدوا أكثر. وفي الناصرية أيضا جرفت مقرات كل الميليشيات والأحزاب هذه التابعة للعملية السياسية، جرفت حتى بالشفلات. وأكثر من مرة حاولت كل الأحزاب وكل ميليشيات أن تتعرض لهذه التظاهرات، لتظاهرات ساحة الحبوبي، ووجهت بالصمود. واليوم نفس القضية، الآن مقتضى الصدر يعتقد أو هكذا يرى أو هكذا أوكلت له المهمة من إيران، أنه أنت القوى الوحيدة الآن القادرة على أن تسيطر على الساحة، وهو يتبجح بقدرته على جمع هؤلاء الذين يسميهم أتباعه. فلذلك هاجم هذه الساحة الوحيدة التي بقت بعد أن استطاعوا أن يعني يسيطروا على ساحة التحرير. ولكن فكرهم الكسيح صور لهم أن قضية الأماكن هي الثورة فكرة،
والثورة إرادة، والثورة في نفوس كل العراقيين، لا تحددها ساحة ولا يحددها شارع ولا يحددها مكان، ممكن أن تكون الثورة في أي مكان وفي أي شارع وفي أي زمان وأي مكان، والثورة كامنة في نفوس كل العراقيين، لأن نعم. الضيم والقهر والهم الذي جاءهم كبير جدا. أعود مرة أخرى لأجيبك، الحكومة كل الحكومات التي جاءت من عام 2003 لحد الآن هي ساندة للميليشيات وهي صناعة ميليشياوية. نعم. يعني من رشح الكاظمي إلى منصب رئيس الوزراء من؟ هم قالوها ميليشيات قيس الخزعلي وغيره، وقال نحن من جئنا به إلى منصب، إحنا من أعطيناه منصب رئيس الوزراء، وعليه مهمات 1 2 3 4، إن خالفها فسنقيله. هكذا يتصرفوا. لذلك هذه الحكومة والحكومات السابقة كلها لا تستطيع إلا أن تكون جزءا من الميليشيات، جزء من هذه من هذا العصابي من هذه. لذلك دائما ما تسمعها من كثير من المحللين، من كثير من المراقبين، من كل العراقيين، أن في العراق من يحكم العراق هي الميليشيات، وأن في العراق دولة اسمها دولة الميليشيات، ليس هناك حكومة وليست هناك دولة، هناك الميليشيات من يحكم العراق. ولذلك الحكومة هي ظل وظل باهت جدا لهذه الميليشيات. نعم. لا تستطيع أن تفعل شيئا والميليشيات هي الحاكم الفعلي. نعم، أرجو أن تبقى معي دكتور رافع والأستاذ نظير. أذهب للترحيب بالأستاذ علي عزيز، الناشط في تظاهرات ثورة تشرين. مرحبا بك معنا أستاذ علي. يعني كما واضح من جديد هناك اعتداء على المتظاهرين، وكما قيل قبل قليل في نشرة الأخبار أن هناك استمرار للأحداث في تلك الساحة. لو تطلعنا كيف بدأت الأحداث وإلى أين وصلت في هذه الساعات؟ نعم، طبعا هي هذه الاعتداءات المتكررة اللي تحدث على سوح الانتفاضة ابتداء من بغداد واتهاما بالجنوب مصدورا من فرات الأوساط، كل هذه الاعتداءات تصير من قبل التحالف الصحي الكاف التحالف الشقيق مع عليه تسمية الشاوي وبالتحديد التحالف. للأسف الصوت أستاذ علي غير واضح. ألو تسمعني؟ الآن أسمعك، لعل الصوت يتحسن الآن، تفضل. نعم، هذه الاعتداءات تصير هي كلها اعتداءات من قبل التحالف الميليشياوي الحكومي. هذا التحالف الميليشياوي الحكومي هو بالتحديد ما بين مقتدى الصدر وما بين مصطفى الكاظمي، وهذا التحالف يعني تجلى إجرامه واضحا يوم 25 تشرين الأول قبل شهر وشوية من الآن في ساحة التحرير، وكيف تمت المؤامرة الصدرية الكاظمية. هذه المؤامرة الصدرية الكاظمية مستمرة بها الحكومة مع يدا بيد مع أتباع مقتدى الصدر، وجميعنا يعرف كعراقيين أو كوطن عربي أو كعالم بأسره يعرف مدى إجرام هذا الشخص بالتحديد مقتدى الصدر، ومدى الآلة الإجرامية التي يملكها تياره الخبيث الذي ما لبث أن يقتل العراقيين منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 ولحد الآن. هذا الرجل هو أول من أسس الميليشيات الطائفية، أول من أسس عصابات القتل والإجرام والسلب والنهب، أما باقي زعماء الميليشيات كلهم تخرجوا من تحت عمامته النتنة. إذن الآن إحنا بمواجهة تحالف ميليشياوي حكومي يمثل الحكومة شخص رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. على فكرة شخص رئيس الوزراء هو المتهم الأول والأخير، هو لم يوفر الحماية فقط بل تواطأ مع الميليشيات في قتل الشعب العراقي. احنا الآن عندنا شهيدين بمحافظة الناصرية، وعندنا 25 جريح حالتهم خطرة، عندنا 14 خيمة تم حرقها، والآن العصابات الصدرية تطارد الثوار. العصابات الصدرية تطارد الثوار بالناصرية من زقاق إلى زقاق ومن دار إلى دار، بل ودخلوا إلى المستشفى بالناصرية المستشفى العام وباتوا يعتقلون ويخطفون الثوار الجرحى بالمستشفى، والكاظمي يسمع ويشاهد كل شيء، لديه تلفزيون ولديه فريق ولديه أبواق ولديه مطبلين، يعلم كل شيء. لكن الكاظمي الآن على الشعب العراقي أن يعلم ما هو هذا الشخص. هذا إنسان متواطئ بقتل العراق وذبح العراق، هذا الإنسان الآن هو شاهد زور على العراق الحديث. نعم، طيب في المقابل ماذا يعني لكم مثلا أن يقال قائد الشرطة في ذي قار ويعين آخر، أو أن يقوموا بإعلان حظر تجوال في الناصرية في هذه الساعات من أجل توقف الأحداث أو إيقاف الأحداث هناك؟ ماذا تعني لكم هذه الإجراءات؟ ماذا يعني إلى وين أدت الإقالات التي جرت سابقا؟ الإقالة هي أنه يعطوه فتحة كي يهرب المجرم، لا توجد محاسبة، إقالة فقط.
يعني ما المغزى من الإقالة؟ مثل ما صاروا يا جميل الشمري المجرم قائد العملية اللي صارت المجزرة بالناصرية قبل سنة من الآن، وبالتالي هرب إلى تركيا وعملوا بروباغندا ورجع إلى العراق مرة ثانية وبرؤوا. هذه مهزلة يا أخي، إحنا الآن شعب يقتل ويذبح على يد التحالف الميليشياوي الحكومي. أما موضوع فرض حظر التجوال هذا يصب بمصلحة الميليشيات، الميليشيات كلها تتمتع بالباجات تتحرك بسهولة من جثة الدوائر، نعم، وأولها الدوائر الأمنية والعسكرية. لذلك نحن لا ثقة لنا الآن بالمؤسسة العسكرية العراقية ولا بالمؤسسة الأمنية العراقية، هذه المؤسسات كلها مخترقة من الميليشيات، بل يمكن أن نقول أنهم مخترقة يمكن من بعض الوطنيين لأنه هي أكثرها ميليشياوية صارت. فلذلك ما عندنا ثقة هذا حضر التجوال، هذا يصب بمصلحة الميليشيات، ميليشيات فقدت الصدر اللعينة أتت اليوم ظهرا كي تصلي بساحة الحبوب بالناصرية، وعندما بدأوا الشباب الأبطال الثوار بتفتيشهم قبل الدخول تفاجأوا بالكم الهائل من الأسلحة خصوصا المسدسات وقنابل المولوتوف كان يحملها التيار الصدري كي يأتي ويصلي. نعم. فعندما تم طيب. منعه تم مهاجمة الثوار بهذه الأسلحة. سأعود إليك أستاذ علي مرة جديدة، لكن أرجو أن تتكرم بتغيير مكانك حتى يكون الصوت أفضل من ذلك. أستاذ نظير، هل ثمت ربط بين تظاهرات ميليشيات مقتدى الصدر في بغداد وهذا الهجوم في ساحة الحبوبي اليوم؟ طبعا يعني الجهود اللي يبذلها مقتدى الصدر وسيارة كلها ذات تنسيق واحد، وهناك يعني لجنة قد تم تشكيلها من قبل هذا التيار لإدارة هذا يعني التجمعات الصدرية، ولهدف واحد هو إرسال رسالة سواء للمتظاهرين أو لشركاء مقتدى الصدر في الحكم بأن رئاسة الوزراء للفترة القادمة ستكون لي، ولكي يفند هذا الأمر يقول في خطبته هو مقتدى الصدر، يقول نحن لسنا طامعين بالحكم. لو إذا كان كلامك صحيح أنت لست طامعا بالحكم، لماذا تخرج أتباعك جميعا إلى الساحات للتهليل بالانتخابات القادمة التي سوف يكون لك الأغلبية في البرلمان، وتريد تشكيل رئاسة وزراء أبوية عادلة، بمعنى أبوية بمعنى أنه يستطيع له القدرة على جرة الإذن لأي شخص يكون معارضا لها. يعني هذه الميليشيات وهؤلاء أتباع الصدريين هم حاليا لا يمتلكون رئاسة الوزراء، ومع ذلك هم يسفكون دماء الشباب، نعم، ويقمعون المتظاهرين. كيف بك إذا أصبحوا هم من يمتلكون الكلمة الأولى وأصبحت رئاسة الوزراء لهم وأصبح يعني كل الأجهزة الأمنية بيدهم؟ نحن مقبلون على حكومة ميليشياوية، حكومة يعني بوليسية، حكومة مضطهدة للشعب العراقي. الحقيقة ما يريد أن يبشر به الصدر لمستقبل العراق هو بلد دموي سوف تسفك فيه الدماء بالشوارع. والحقيقة يعني أنا يعني متخوف جدا من أن يعني دعوات الصدر لأخذ رئاسة الوزراء سواء بانتخابات أو بغير انتخابات انتزاعا من يعني زملاء السياسيين، هذا يدلل على أن البلد فعلا ذاهب إلى، نعم، يعني حالة احتقان وحالة سفك للدماء وصراعات ما بين الجميع، لأن شركاء بالعملية السياسية ربما لن يسمحوا له بأخذ مثل هكذا منصب مهم. يعني الصدر يحاول أن يرسم مستقبلا أسودا للعراق، ولا أظن أنه يختلف بقيد أنملة عن حكم داعش عندما حكمت ثلاثة محافظات بالحديد والنار والإرهاب. ربما هو سيعيد هذه الكرة بنسخته الشيعية ويكون، نعم، لنا داعش شيعي حقيقة. نعم نعم. طيب دكتور رافع، يعني حضرتك قبل قليل تساءلت في سؤالا مهما، لماذا الناصرية؟ والآن نحن نتساءل سؤال أيضا مهم هو في الناصرية وفي بغداد وفي كل مكان فيه حر عراقي. كان هناك دائما الميليشيات والأحزاب كلاعب
أساسي في الساحة العراقية، ولكن هناك إنجاز التعبير طبعا بين قوسين لاعب جديد يضاف دائما إلى هذه المعادلة، ولا سيما بعد تشرين من العام الماضي حتى هذا اليوم، وهو الشعب العراقي والإرادة العراقية. يبدو أن الشعب العراقي منذ ذلك اليوم في تشرين الماضي أول الماضي العام الماضي حتى الآن لديه قرار شعبي واضح وصريح بأنه لن يتراجع حتى تحقيق هذه المطالب، بصرف النظر فيما لو ازدادت حدة التظاهرات أو قلت أو كذا، ولكن كما تفضلتم المسائل تحولت إلى فكر وإلى فكرة في نفوس كل العراقيين. ما مستقبل هذه الثورة في ضوء كل هذه المجريات السياسية والميدانية التي تجري في العراق؟ طبعا أخي الكريم، بداية أريد أن يعني أنا أقول شيئا ربما يعني يضيف إلى ما قاله الأخوة اللي سمعت حديثهم. نعم. فيما يخص مقتدى الصدر، إذا ما جاء إلى يعني إذا ما جاء تياره إلى رئاسة الوزراء، هو لن يختلف يعني مقتدى الصدر عن نور المالكي، عن العبادي، عن عادل عبد المهدي، عن مصطفى الكاظمي. هذا توجه واحد وإطار واحد، فكر واحد تحكمه الميليشيات. فلا يعني لا أعتقد هناك من فوارق أن يأتي فلان وأن يأتي فلان. هذه الفوارق فيما بينهم في المكاسب، في البحث عن المكاسب. مقتدى الصدر هو في العملية السياسية وهو مسيطر وله رأيه منذ عام 2005 لحد الآن. هو جزء من هذه العملية السياسية، جزء من هذه الحكومات، وجزء أساسي من هذه الحكومات، وله أتباعه في كل الأجهزة الأمنية، في كل الأجهزة الاقتصادية، في كل الأجهزة الصحية والتربوية، في كل مكان الحقيقة. ولديه وزراء ولديه نواب، يعني هو يقول أنه 40 نائب أو أكثر لديه في البرلمان. فبالتالي مقتدى الصدر هو موجود في هذه الحكومة، يشتم الفساد، يصرخ ليل نهار ضد الفاسدين، يتحدث عن استقلال العراق وسياسته، وهو مشارك بالفساد والخراب والدمار، وينبذ الطائفية والمحاصصة، وهو رأس الطائفية ورأس المحاصصة ويرضى بالمحاصصة والعملية السياسية. فهذه القضية، مجيء مقتدى الصدر، تغيير الكاظمي، بهذه عملية ليست سوى تبديل مقاعد، ودائما ما كانت هاي يبدلون المقاعد من الكرسي الأمامي للكرسي الخلفي وهكذا. وفي كل الأحوال بغض النظر عن من سيأتي، وهذه الانتخابات كلها زائفة وانتخاباته كلها زائفة، والوضع يمضي إلى الأسوأ، لكن تبقى الثورة في نفس العراقيين، في إرادة العراقيين، في رؤية العراقيين. أهل العراق طوال 17 سنة، ربما البعض منهم قد انخدع بالشعارات، ربما البعض منهم انتظر الوعود، ربما البعض منهم سكت بفعل السلاح، بفعل التهديد، بفعل التهجير، بفعل القتل، بفعل الاعتقال، بفعل التغييب، لكن وصلوا إلى حالة عندما ظهروا هؤلاء الشباب في ثورة تشرين، وشباب من حاضنة تعتقد الأحزاب بين هلالين الشيعية أنها الحاضنة المؤيدة لهم، أن تخرج ضدهم كان هذا شكل بالنسبة لهم مفاجأة كبيرة، لكن لم يشكل مفاجأة بالنسبة لتاريخ العراقيين. هذا هو تاريخ العراقيين، هذا هو شعب العراق، هذا هو شبابه، هذا هو فكرة، يريد بلده، يريد وطنه. فبالتالي الثورة لا يمكن أن تنتهي بميليشيا الصدر، بميليشيا مصطفى الكاظمي، بميليشيا عادل عبد المهدي، نور المالكي، حزب الدعوة، لا يمكن. إيران مهما فعلت، إيران قوية لأننا ضعفاء، تغولت علينا لأننا ضعفاء، لأن الشعب كان ساكت. الآن الشعب، وهي هذه المفاجأة بالنسبة لهم، وهي ليس مفاجأة بالنسبة لنا، دائما ما كان الشعب هو الرقم الأصعب. نعم. شعوب الأوطان هي الرقم الأصعب في كل مكان في الدنيا، هي الرقم الأصعب، هي التي تحدد. لكن متى تثور الشعوب هذه، هي من تحدد ثورتها وساعتها ووقتها، ومتى تغير كل الحال. الشعب العراقي وعد وبدأ بثورته، ولن ينتهي منها إلا بتغيير كل هذا الوضع الشاذ، لأن هذا الوضع الشاذ لا يمكن أن يستمر. هذا وضع دمر العراق، سرق أمواله، سرق حياة شبابه، سرق أمنياته، سرق حتى أحلام الناس. فبالتالي لا يمكن القبول به. يتحدث إنه بالدين وهو يسرق وينهب ويرتكب كل الجرائم والموبقات ضد الدين وضد كل القيم الطيبة وكل قيم الإسلامية الكبيرة وكل قيم الأديان الأخرى السماوية،
ويتحدث بالدين ويتحدث بالمذهب ويتحدث وكلهم وكل المذهب والدين براء منهم. فبالتالي الشعب عرف هذه القضية وعرف هذه الكذبة وواجهوا من سموهم حاضنتهم بالسلاح والنار. وما يحصل اليوم بالناصرية جزء من هذا، مثال على ما تواجه به الميليشيات. نعم. التي نعم. ادعت أنها جاءت من أجل مظلومية الناس. نعم، نعم. دكتور أستاذ علي عزيز، دكتور تحدث عن أن الشعب هو الذي يمتلك زمام المبادرة وأنه القادر على إشعال هذه الثورة، وهو الذي يمتلك ساعة وتوقيت انطلاق هذه الأحداث وهذه الثورات، ولديه جدولة ولديه برنامجه الثوري المتواصل والمستمر. إلى أين وصلتم في هذا البرنامج الثوري إنجاز التعبير وفي هذه الفعاليات المتواصلة فيها كثير من المطالبات وكثير من اللاءات أيضا التي رفعتموها منذ البداية؟ إلى أين وصلتم أو إلى أين أنتم ذاهبون؟ نعم، نحن ذاهبون إلى تحرير العراق. نعم. وهذا الشعار رفعناه من أول يوم، وأعطانا ما يزيد عن 1000 شهيد بثورة تشرين فقط. غير تحرير العراق إحنا ما نملك أي حل آخر، وتحرير العراق سيبدأ تحرير العراق من اولا من الاستعمار الميليشياوي الذي يقوده مقتدى الصدر. نحن الان سننتهج مختلف الطرق، وهذا تصريح رسمي، سننتهج مختلف الطرق للتخلص من هذا المجرم اللعين مقتدى الصدر الذي يحرك العصابات ويحرك جوكرية ايران الصدريين لقمع الثوار. سنحرر العراق من الاستعمار الميليشياوي على رأس المستعمرين الميليشياويين مقتدى الصدر. ونحن رفعنا شعار اجتثاث آل الصدر مطلبنا، هذا الشيء فليكن واضح، أقولها باسمي الصريح وبصوتي، هذا الشيء بات واضحا للجميع فليعلم هذا الشيء. عملية تحرير العراق ستبدأ من الانتهاء من هذا الشخص اللعين القاتل. ثورتنا مستمرة، احنا ما عدنا أي هدوء بالثورة، ثورتنا حتى في بغداد موجودة، ونحن كل يوم لدينا وقفات بالعديد من مناطق بغداد. لكن القمع الحكومي، القمع الميليشياوي الذي تم بالتواطؤ ما بين مقتدى الصدر اللعين وما بين مصطفى الكاظمي العميل، نحن من سيضع حدا له. ونحن الآن تشكيلاتنا مكتملة السياسية ومختلف تشكيلاتنا، اليوم ثورتنا قائمة ولا عودة عن الثورة حتى تحرير العراق من رجس هؤلاء الأوباش القتلة المجرمين أتباع التيار الصدري والفكر الصدري وأتباع الميليشيات المختلفة الذين كلهم تخرجوا من عباءة هذا المجرم مقتدى الصدر. ومصطفى الكاظمي فليعلم كل شعبنا، أخطر رئيس وزراء مر على العراق منذ العام 2003 ولحد الآن، لا أحد يتصور بأنه مثل ما نقول بالعامية ببغداد أنه واحد خبل وما يفهم شيء. هذا مجرم، هذا من المخابرات البريطانية، هذا إنسان مدرب على عمليات ممنهجة ضد الشعب العراقي، إلى دور واضح ومعلوم، وهو سيتحالف مع مقتدى الصدر بالانتخابات المزمع إجراؤها بشهر حزيران القادم، والتي ستكون كل مراكز الاقتراع هدفا لثوار تشرين من أجل أغلاقها. نعم، أرجو أن تبقى معي. أستاذ نظير الكندوري، ما يدور الآن يعني في هذا اليوم وفي المرات السابقة من اعتداءات هو يؤكد ما يقوله مراقبون أن الأمور وصلت إلى حد الصدام، يعني إنجاز التعبير أصبح لدينا معسكرين أو معسكران، معسكر الشعب العراقي بكل مكوناته، الرافض للعملية السياسية والرافض لهذه الأحزاب والثائر عليها وعلى النهب والسرقات وما إلى ذلك، وبين هذه الأحزاب والميليشيات والحكومات التي تأخذ أشكالا وأسماء كثيرة. والصدام الذي وصلت إليه الأمور يؤكد أنه لا عودة عن هذا السبيل، يعني يجب أن يكون هناك حل. ما هو الحل؟ كيف سيكون؟ متى سيكون؟ ما هي آلياته؟ لا أعرف، لكن المشكلة الآن أن الشعب لا يؤمن بهذه الشعارات، لم تعد تنطلي عليه، ولا يريد أن يبقى شريكا في هذه العملية السياسية التي نهبت العراق وأوصلته إلى ما وصل إليه الآن، بينما الحكومة والأحزاب والميليشيات تصر على انتهاج نفس النهج. وبالتالي ماذا تعتقد أن يكون المستقبل؟ ما هو الحل أمام هذه المعضلة؟
نعم، الحقيقة يعني منذ بداية خروج التظاهرات أو ثورة تشرين إلى الشوارع وفضحت بما تريده من تغيير لهذا النظام وإقامة نظام آخر وفق يعني المواطنة الحقة والديمقراطية الحقة، قد تمايزت الصفوف ما بين من يدعم نظام فاسد ومنتفع من هذا النظام وما بين من انحاز إلى الشعب وطموحاته بغد أفضل. لذلك يعني بعد ما مضى هذا الوقت الطويل على ثورة تشرين والإيغال من قبل الميليشيات ومن قبل النظام الحاكم بدماء هؤلاء المتظاهرين السلميين، ربما أصبحت الآن كما قال الناشط المدني قبل قليل، ربما أصبحت الخيارات جميعها مفتوحة، وإلا فإن التظاهرات السلمية لوحدها لا يمكن انتزاع الحقوق أو حقوق الشعب العراقي من هكذا نظام دموي، وبالتالي فمن حق الشعب العراقي استخدام كافة السبل وكافة الحيل للوصول إلى خلاص الشعب العراقي وتحريره من هذه الطغمة الفاسدة التي تشذم على صدوره. وما أتوقع كمحلل سياسي بأن الصبر الذي موجود في صدور المتظاهرين العراقيين والشباب العراقي ربما وصل يعني أو كاد يكون قد وصل إلى منتهاه، وبالتالي لا يمكن أن تتخيل ما هو رد الفعل للشباب المتظاهر حينما يرى يعني زملاء يتساقطون بين قتلى وجرحى. يعني هذا سيأتي يوم أو ربما قد جاء هذا اليوم لكي يدافع عن نفسه وينتقم لزملاء الذين سقطوا قتلى وجرحى. وبالتالي يعني هذا النظام يحاول أن يصل بالأمور في العراق إلى يعني ساحة لتصفية دموية، ولا يريد أن يترك هذا الحكم إلا ويعني الشعب يقتتل فيما بينه. الحقيقة نحن يعني وصلنا إلى مرحلة ربما ستكون هناك خيارات أخرى لهؤلاء الشباب، لأن جميع الأساليب السلمية وجميع الطرق التي عبر فيها عن مطالباته قد فشلت مع هكذا نظام، أو فشلت مع يعني إفهام هذه الميليشيات وهذه النظام بأن زمنكم قد ولى ويجب تغيير نظام الحكم في العراق إلى حالة أخرى. وبالتالي لربما نقبل في الفترة القادمة إلى حراك من نوع آخر، ولربما هؤلاء الشباب سيقدمون على الانتقام من قتلة أخوتهم وزملائهم، ويحاولون إقامة نظام الحكم الذي يرتؤوه وبالقوة رغما عن هذه الميليشيات. نعم دكتور رافع، لا شك أن مهمة الخلاص والحرية هي شيء مشروع بلا شك، والشعب العراقي قادر على دفع التضحيات من أجل ذلك، لكنها تبدو مهمة صعبة، ولا أقول مستحيلة لكنها صعبة، في ضوء أولا طبعا معظم الشعوب التي تنتفض وتثور على حكومة فاسدة مثلا، أو على شخصيات معينة، أو على قضايا تمس حياتها اليومية، لكن الشعب العراقي يثور على حكومة منحازة ويظل الميليشيات كما تفضلتم، يثور على ميليشيات تحكم البلد في حقيقة الأمر، وعلى أيضا أوامر خارجية تأتي تحرك كل ما يحصل في العراق. إذن المهمة صعبة، ولكن يبدو أن الشعب العراقي تكفل بهذه المهمة. نعم أكيد، بالتأكيد يعني الوضع العراقي لا يمكن أن نطلق عليه يعني تعبير استثناء أو استعصاء. نعم يعني ليس هناك في العراق استثناء أو استعصاء، إذا ما درسنا أو قرأنا كل تاريخ ثورات الشعوب في كل العالم سنجد أن هناك شعوب كثيرة عانت ربما من آثار كبيرة من حكومات مستبدة، من قتل، من ميليشيات، خاصة في أمريكا الجنوبية هناك ميليشيات وهناك مصائب كبيرة، وفي دول كثيرة، لكن الشعوب في التالي قاومت واستطاعت أن تحقق ثورتها، وهناك شعوب كثيرة قاومت الاحتلال، الشعب الجزائري قاوم الاحتلال البريطاني أكثر من 100 سنة، وهكذا الأخوة في فلسطين يقاومون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 70 سنة. هذه هذا ديدن الشعوب، هذه ثوراتهم،
قد يتأخر القطار في الوصول إلى محطة الحرية، نعم قد يتعثر قد ينحرف هنا وهناك، لكنه سيعود إلى خطه ويصل إلى، لا يحق إلا الحق ولا يصح إلا الصحيح. الحقيقة الشعوب بالتالي هي من تقرر حياتها، هي من تقرر، هي من تكتب تاريخها. لا يمكن لهؤلاء الشاذين الطارئين على العراق أن يفرضوا على العراقيين قدرتهم على حكمه. انظر خلال 17 سنة مضت، هؤلاء الشرف التي تحكم العراق جئلي بشخصية واحدة لديها فكر ولديها رؤية ولديها عمق في التفكير ولديها حتى ولو كذبة لديها قدرة على إقناع العالم حتى لو بالكذب، لم يستطيعوا حتى أن يطرحوا شخصية واحدة يمكن للشعب العراقي أن يحترمها، لا شخصية دينية ولا شخصية سياسية ولا شخصية اجتماعية ولا من أي اتجاهات. كل اللي طرحوه مبدأ القوة واستخدام القوة والسرقة والنهب والاستغلال والابتزاز، هذه هذا ديدهم، وهذا لا يمكن أن ينفع مع الشعوب. الآن الشعوب وعت، الشعب العراقي وعى ويعرف أن وضعه ليس استثناء وليس استعصاء. نعم هناك صعوبات، لكن هذه الصعوبات تذلل. هذه الموجات الصغيرة عندما تواجه هذه القوى المستبدة ربما تسحق، لكن عندما هذه الموجات الصغيرة تتفاعل مع بعضها وتكون الموجة الكبيرة، لا يمكن لأي قوة مهما كانت مستبدة مهما كانت متسلحة أن تقف أمامها. يعني إيران مهما تحدثنا عنها، أمريكا مهما تحدثنا عنها، لا يمكن أن تفعل بالعراق ما تفعله لو كان الشعب العراقي قد ولد هذه الموجة الكبيرة. هو الذي يحدد من الذي يحكمه، شكل الحكومة وقطعة الحكومة، وبالتالي إرادة العراقيين هي الحاكم. هناك صراع إرادات فعلي في العراق بين إرادة الخير في الشعب العراقي الذي يريد بلده ويستعيد بلده، وبين إرادة الشر، إرادة المحتل الإيراني والأمريكي وغيره الذي تريد للعراق أن يذهب وينتهي ويتقسم ويتدمر أكثر وأكثر. نعم. ولا سيما دكتور كما يعرف المشاهدون أن الثائرين الآن في ساحات التظاهر كانوا أطفالا صغار عندما احتل الأمريكان وأعوانهم العراق وحكموها بهذه الطريقة وأودوا بالعراق إلى ما وصل إليه، وهؤلاء الشباب هم الذين يتحركون الآن، يعني في سن 20 و25 عام كلهم يتحركون بهذا الاتجاه. أستاذ علي عزيز في دقيقة واحدة لو سمحت، رسالتكم كناشط في هذه التظاهرات وهذه الثورة إلى شباب ساحة الحبوبي وشباب الناصرية الذين وقفوا اليوم في وجه هذه الميليشيات للحفاظ على مكتسبات الثورة. نعم تسمعني صوتي واضح؟ بكل تأكيد تفضل. نعم طبعا أوجه نداء عاجل إلى كل العشائر العربية الأصيلة بمحافظة ديقار وبالتحديد مدينة الناصرية، التوجه فورا إلى الشوارع لمساعدة أبنائهم الثوار. الآن العصابات الصدرية تداهم عدد من منازل الناشطين في مناطق أور وأريدو والغراف وسوق الشيوخ والفهود وحي المعلمين، الآن عمليات استقصاء وبحث من أجل قتلهم. أنادي وأناشد كل العشائر العربية الأصيلة في محافظة ديقار وبالتحديد مدينة الناصرية إلى التوجه ومساندة أخوانهم وأبنائهم الثوار. نعم وماذا تقول للثوار؟ خليكم بأماكنكم صامدين ثوار أبطال كما عهدناكم، لا تخافوا من هؤلاء العصابات المجرمة، دافعوا عن أنفسكم، ثورتنا سلمية لكنها ليست ثورة ذل وخنوع، صح سلمية لكنها ليست ثورة ذل وخنوع، دافعوا عن أنفسكم، استنجدوا بأهلكم بعشائركم بذويكم، هؤلاء عصابات مجرمة تستلم أوامرها من الرهبر الأكبر المجرم العالمي الأول في إيران. أنتم عراقيون، أنتم أبناء ديقار، أصمدوا أصمدوا أصمدوا. شكرا لك أستاذ علي عزيز، كنت معنا الناشط في تظاهرات ثورة تشرين. أستاذ نظير السؤال الأخير لو سمحت في دقيقة، يعني الحكومة منذ اليوم الأول والميليشيات تستخدم الخيار الأمني وخيار القمع والاستهداف، وكأنها تقول ليس لدي خيارات أخرى، لا تحسين معيشة لا وظائف وليس لدي إلا هذا الخيار، فإن قبلتم به تعيشون وإن لم تقبلوا فليس أمامكم إلا الموت مع كل أسف. ماذا بعد؟ يعني أنا أقول إن هذا هو خيار فاشل، هذا خيار الأنظمة الدكتاتورية، وغالبا ما تكون نهاية هذه الأنظمة الدكتاتورية على يد الشعوب التي تقمع بالسلاح والقوة.
أنا يعني أناشد أيضا من هو في القوى الأمنية، من لديه ما زالت في قلبه ذرة من الكرامة وحب للوطن، بأن لا تنفذ أوامر ضرب المتظاهرين، ويجب عليكم حمايتهم، لأنه بالنهاية عندما يحل السلام في هذا البلد ويتغير النظام إلى نظام حقيقي يمثل الشعب العراقي، ستكونون أنتم أول المستفيدون. أما إذا ربطتم أنفسكم بمصير هذا النظام فستكون نهايتكم كما هي نهاية هذا النظام البائس. شكرا لك أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، والشكر موصول للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والأستاذ علي عزيز الناشط في تظاهرات ثورة تشرين. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة. دام العراق عزيزا أبيا. السلام عليكم ورحمة الله.